يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا. في هذه الفقرة وبيكون ويانا ضيف شاب صغير تفكير إبداعي كبير، لطالما كان ضيفنا من الطلاب المبدعين المحبين للتكنولوجيا، بدأ في دراسة الهندسة والتكنولوجيا في العاشرة من عمره وحصل على دبلوم في كليهما وفي سن الـ14. نعم، من المتعارف أنه الطلاب بالمدارس بيتدرجوا عبر الفصول الدراسية حتى يحصلوا على شهادتهم، ولكن ضيفنا أفز بين المراحل حتى يحصل على شهادته الجامعية بعمر الـ14 مثل ما ذكرت ديالا. طبعا للحديث أكثر حول هالإنجازات وحول هالموهبة بينضم لنا صاحبة المبتكر الصغير سعد الششتاوي. صباح الخير سعد. صباح النور، كيف حالكم؟ يسعد صباحك يا سعد. الحمد لله نحن بخير، أنت كيفك؟ والله بخير الحمد لله. أول شيء بدي أصبح المشاهدين الكرام والمضيفين اللي هون قدامنا، وأول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أول شيء بدي أعرفكم بحالي، أنا سعد الششتاوي، عمري 14 سنة، خلص دبلومة بالهندسة والتكنولوجيا بعمر الـ14 سنة. ولا بتعرفوا كل إنجازاتي بالأسئلة اللي حتسألوني إياها إن شاء الله. ما شاء الله عليك. نعم. يا سعد، ما شاء الله. يعني أول سؤال أبغي أسألك يا تبارك الله، كيف قدرت تختصر كل سنوات الدراسة هذا الدراسة وتحصل على الشهادة وأنت في هذا السن؟ كان في عندنا بمركز في الأردن بعلم الأطفال الصغار والشباب البرمجة والهندسة والتكنولوجيا وكيف ممكن أدير مشروع، كيف ممكن أسوي براءة اختراع لمشروعي. نعم. فأبوي سجلني بهذا المركز، وبفضل الله كمان مع تنظيم وجهدي والدراسة قدرت أني أخلص كل هاي المراحل والهندسات. ما شاء الله. نعم. طبعا فضل كبير باكتشاف مواهب الأطفال أو قدرتهم على الإبداع بتعود للأهل، وهم نوجه تحية للوالد يلي مرافق دربك أنت وشقيقتك يلي سبق وحلت أيضا علينا ضيفة بدبي هذا الصباح، وبتتمتع بموهبة فريدة ديالا. صحيح. عند القدرة أنه هي مغمضة العينين بتقدر تتصفح الكتاب، تعرف كم صفحة فيه، تعرف كم كلمة، وتعرف لون الغلاف. بقى الله يحفظ لك الوالدين. سعد، الاختراع منه أمر سهل، أنه يكون عمرك 14 سنة وفي براءات اختراع مسجلة باسمك أمر جلل. خبرنا أول اختراع حمل اسمك. أول اختراع اللي هو جهاز تعقيم الذكي Intelligent Sterilization. بفيد هذا الجهاز مثلا لو حطيناها باب الاستوديو ودخلتي أنت مثلا مش معكم أيديكي، مثلا وانت كمان مش مدخل، كمان انتوا الثنتين يعني مثلا دخلتوا مش معقمين ايديكم. نعم. فهو تلقائيا بيعطيكم الارم حتى ترجعوا تعقموا ايديكم، اذا ما عقمتوا ايديكم بتوصل رساله للمدير انه انتوا ما عقمتوا ايديكم لازم ترجعوا تعقموا ايديكم. فكانت الفائده بالمشروع هذا، كان عمري 10 سنين، سويته وقت كورونا، كان نعم. في اصابات ووفيات كثيره، وكان في كمان امراض غيرها كان يكون في اصابات، فعشان هيك اضطريت اني اسوي هذا المشروع. نعم. جميل جدا. ابغي اعرف ايضا بالنسبه للاختراعات الاخرى وشو الفائده منها كان؟ كل انا بالنسبه لي كل مشروع له مشكله معينه، كل المشاكل في الحياه انا بالنسبه لي لازم احلها، يعني مثلا مشروع اللي هو جهاز المودرن فارمينج سيستم، بفيد هذا الجهاز مثلا لو صار في اضطرابات جوية أو صار في عندك أشياء صعبة وعندك مزرعة مثلا في أبو ظبي وأنت في دبي ما بتقدر تروح على مزرعتك، تقدر تراقبي مزرعتك عن بعد كاملة، تقدر تشوف الرطوبة وتقدر تشوف إذا في مي وتقدر تعرف الجو برا، تقدر كمان تراقبيها كامل وشغال على السولار بانل اللي هو شغال على الطاقة الشمسية. نعم. وكمان صديق للبيئة. طيب فكر المبدع، ممكن يكون عندك أفكار كثيرة أو طموحات عديدة، ولكن على أرض الواقع ممكن تواجه بعض التحديات بتحويل هالأفكار. نعم. إلى واقع. صحيح. كيف تتخطى هالتحديات وقديه هيك إذا بدك بتزعل بين مزدوجين أو بتنقهر أو بتتحسر إذا ما قادر تطبق فكرة موجودة براسك؟ هلأ إذا كانت فكرة ببالي وما قدرت أطبقها يعني ممكن يصير عندي توتر كبير وما أقدر حتى أنام بالليل أيام، إنه بس لازم أخلص هذا المشروع، بعدين بيعطونا وقت معين لازم نسلم المشروع أو الاختراع، فعشان هيك بكون عندي دائما توتر وقلق نفسي، بس بالجهد والدراسة وتنظيم الوقت كله بصير صح يعني دائما. نعم صحيح. سعد، أنت يعني تؤيد بأن لازم إذا بنخترع شيء نشوف شو المشكلة أول، شو النقص اللي موجود، صح؟ صحيح. بس عندنا وايد حوالينا مثلا مشاكل، وايد في أمور نحن نحتاجها، أنت كيف تجذبك المشكلة اللي تحتاج من خلالها إلى اختراع جديد؟ أنا مثلاً بدور ببحث عن مشاكل، ببحث عن مثلاً هون في دبي حالياً قاعد بشتغل إن شاء الله مشروع ممكن كثير في دبي لناطحات السحاب،
وما بقدر هلا صراحة النور إنه خلي يكون مفاجأة لكم. فعشان هيك لازم ألاقي المشكلة. المشكلة بتيجي دائما لما يكون في غلط في السيستم أو يكون في عنا غلط بإشي، فلازم ألاقي لها حل. فهذا بالنسبة لي هيك بيجي. نعم. طيب سعد، أنت طفل عمرك 14 سنة صح؟ صحيح. طيب بعيدا عن الاختراعات، خبرني عن سعد ششتاوي الطفل المراهق، شو هواياتك؟ أوقات فراغك بعيدا عن تسجيل براءات الاختراع واكتشاف أمور أو اختراع أمور، شو بتعمل بحياتك؟ والله أنا بتدرب غوص ومارس هوايتي السباحة. حاليا أنا ماخذ شهادة غوص اللي هي وان ستار دايفر. حاليا هسه أنا بقدر أنزل لحالي تحت المي لحد 20 متر أوبن ووتر. فهذا يعني كثير بالنسبة لي إنجاز إنه أنزل تحت وعمري 14 سنة ولحالي. يعني بالعاده دائما هواياتي بتكون السباحه او الغوص. اوكي، ما في خوف من الغوص وانك تنزل بروحك في الظلام تحت في الماء؟ خوف بس اذا كنت دارس وعارف ومجتهد ما حيكون خوف نهائيا. ما في خوف، انت بتكون متحمل مسؤوليه نفسك. فشيء كثير كويس هذا. طبعا بحاجه لجرأه. بحاجه لجرأه رياضه الغوص. طيب انت وشقيقتك بالبيت اثنيناتكم تتمتعوا بعقل فذ، بتتمتعوا بمواهب متنوعة، بتصب بمجال الذكاء والاختراع والاكتشاف، كيف بتقضوا وقتكم؟ يعني وصف لي إذا بدك الجو بالبيت عبارة عن شو؟ بكون جو عائلي، ما إله نهائياً في الأشياء اللي إحنا بنسويها أو في، يعني هي إلها إشي وأنا إلي إشي، ما بنحكي مع بعض زي هيك، بس في البيت لا، بنكون كعائلة ك يعني زي أي واحد في الحياة، ما بنكون إنه بحكي لها شو إنجازاتك أو زي هيك، لا عادي كعائلة. جميل. طيب أنا حابة أعرف، بس بترك هذا السؤال للآخر، حابة أعرف الاختراع يلي بتحس إنه بده ينقلك لمستوى آخر بالحياة، بركي بعد سنوات إذا في هيك، أم فكر إذا بدك بالسؤال، اختراع حابب إنه ينوضع اسم سعد الششتاوي عليه ولكن يكون على مستوى آخر، يمكن ما بعرف بدنا نستضيفك ببرنامج دبي هذا الصباح على شاشة تلفزيون دبي، تكون عم تستضيفك المحطات العالمية حتى تحكي عن موهبة عربية قدرت تكتشف أو تخترع أمر معين. صحيح، أنا حالياً قاعد عم بشتغل مشروع لدبي وإن شاء الله يكون للعالم كله حتعرفوه إن شاء الله بالسنوات الجاية، حيفيد كثير ناطحات السحاب. ما فيك تغششنا؟ صعب لأنه حيتاخذ بسرعة. أنا عارف. هل تحرص أنك أنت تسجل الاختراعات هاي باسمك دائماً؟ هلا هي دائما مش بتكون باسمي دايركت، حتكون بولاية أبوي لأنه عمري أقل من 18 سنة. نعم. فبالعادة بتكون باسم سعد ششتاوي بولاية سعود ششتاوي. نعم. عشان هيك. أنت حصلت كذلك على العديد من الشهادات ما شاء الله، ونحن نشوف ويا المشاهدين، وبعد أنت جايب وياك عندي هاي بعد من الشهادات اللي حصلت عليها. شهادة دبلوم بالهندسة 260 ساعة. كاملة. صار معي هسه دبلوم بالهندسة والتكنولوجيا. نعم، هذه واحدة من الشهادات. واحدة منها. نعم. نعم. شو بعد من الشهادات الأخرى؟ في كمان اللي هي براءة الاختراع بس ما بقدر أفرجيكم إياها. نعم. في مثلا شهادة هاي البايثون، لغة برمجة البايثون. نعم. شايفينها. ما شاء الله عليك. في عندنا كمان كثير شهادات مثل روبكس كيوب، روبكس كيوب، حليتها كاملة داخل المي. بدون ما أطلع من خارج المي كاملة. نعم. ما شاء الله. كم عدد الشهادات اللي عندك سعد؟ مجموعة ما عديتهم؟ ها؟ وايدين وايدين. طيب سعد، من فترة احتفلت دبي واحتفل العالم معنا بمبادرة نوابغ العرب يلي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. كان في طبعا تم تكريم العديد من النوابغ بمجالات مختلفة، وهالأمر إذا بدك كان بمثابة بداية لطريق طويل إنه نحن قادرين نحتفي بنوابغنا العربية بمواهبنا العربية بمجالات شتى، يعني ما ضروري ننطر تكريمات من الغرب مثل جائزة نوبل. قد ايه هيك بدغدغك هالشعور هالحلم إنه أنت بيوم من الأيام تكون واقف على مسرح متحف المستقبل عم تستلم جائزة من دبي كأحد نوابغ العرب؟ هذا أول شيء فخر لإلي كبير، فخر لأهلي، برفع راس أهلي قدام كل العالم، بكونوا واثقين بحالهم، واثقين ببنهم، واثقين بأولادهم كلهم إنه عندهم حياة كويسة، عندهم طريق مستقبل واضح. نعم. عندهم يعني طريق وهم شاقينه وبدهم يكملوا فيه يعني. فهذا حيكون كثير فخر لكل تقريبا حتى كمان للأردن كاملة. إن شاء الله أكيد مش فخر بس لأهلك، للأمة العربية بكاملة. نحن بننتظر إن شاء الله في يوم من الأيام أن يتم الإعلان عن اسمك أحد نوابغ العرب، لأنك تستحق كل يعني الشغف اللي فيك وحب أنك أنت تقدم شيء للعالم،
وانك صحيح. تفيدهم دائما باختراعاتك. اخر شيء بنشوفه ويا المشاهدين فيديو انت يعني صورته عن الغوص، انت شهدت طبعا حصلت على شهاده وذكرت هذا الشيء قبل قليل، ولكن نحن حابين نشوف ويا المشاهدين هذه اللقطات لسعد الششتاوي طبعا الذي يحب ان يغامر كذلك في الغوص وحاصل على الشهاده. شو هذه الشهاده اللي حاصل عليها؟ وين ستار دايفر، بقدر انزل تحت الماء 20 متر، ما بقدر انزل اكثر من هيك لانه تعتبر رئة صغيره شوي. نعم. عمره 14 سنه، فبنزل 20 متر تحت الماء وبقدر، هي شايفه لحالي كامل، فيش غواص جنبي. وكمان شغله اللي هي كمان هسه بقدر ان شاء الله بعد كم يعني ان شاء الله السنه الجاي داخذ التو ستار دايفر، يعني بقدر انزل بالليل لحالي. فهي حتكون مغامرة كثير كبيرة. نعم. طبعا أكيد كل التوفيق لك، الأهم أنك تبقى سيف، تبقى بأمان، وتنتبه على صحتك وتنتبه على كل المواهب يلي بتتمتع فيها. سعد الششتاوي طبعا أصغر أو مبتكر صغير، شكرا جزيلا لوجودك معنا وكل التوفيق. كلمة صغيرة تفضل باختصار لو سمحت. في عندي أنا كمان إنجاز ما حكينا عنه في الحلقة، لو الطيران ماخذ 25 ساعة طيران. نعم. بقدر أطير في طيران شراعي كامل في مطار ماركة، يعني في النادي الشراعي الأردني. بس بدي رسالة اللي هي ممكن أكون أصغر طيار في الشرق الأوسط بدعم من خيوط ومن خطوط الطيران. نعم. فبدي يعني ممكن إنه إذا حد شاف هاي ممكن إنه يوصلني لحدا. بإذن الله نحن بيكون لنا استضافة مقبلة معك أو بالمستقبل بنحكي أكثر عن الموضوع حتى نعطي الموضوع حقه وأهميته، وبركة بتقدر توجه رسالتك وقتها بالكامل من خلال برنامج دبي هذا الصباح. شكرا جزيلا لك سعد الششتاوي. يا فكرة. شكرا لك.